مشاهدي ومتابعين فوقراد نحييكم أينما كنتم، لأن المطالعة تغذي العقل البشري وتثري عالمه الفكري، فيرى القارئ الأمور بوجهات نظر مختلفة، فهو يتعمق في العلم والمعرفة بصورة أكبر. هذا المعرض رقم 14 بفيينا، بالكيمياء بأوروبا أكثر شوي أقل شوي. بالنسبة للإقبال كل سنة بيزيد الإقبال، كل سنة الجالية العربية بتفاجئني بكمية الإقبال على المعارض. طبعا الكتاب الورقي لا غنى عنه، وبعكس الشائع ما عم يتناقص الطلب على الكتاب الورقي، بالعكس عم يتزايد الطلب عليه، هذا تبعا لتجربتي الشخصية وتبعا للإحصاءات اللي أنا قرأتها آخر مرة. ونحن بالجالية السورية الحرة بالنمسا عم نعمل شبراخ كافي، دويتش كورس نيفو اسفاي، وعم نعمل هلا دويتش بدنا نعمل هلا انجلش كورس بجميع المستويات كل نهار سبت من الساعة 4 للساعة 6، والشبراخ كافي كل نهار سبت من الساعة 2 للساعة 4، بحيث نحاول المجتمع السوري يندمج هون بالمجتمع النمساوي ونقدم صورة حلوة عن السوريين بالنمسا. القراءة شيء أساسي بحياة الفرد، فبتزيد هي معرفة أكثر وبتحقق له توازن، لذلك نحن ضروري أنه هاي الأجيال وحتى الجيل القديم يقرأ أكثر حتى يتعلم أكثر وتزيد معرفته وخبراته. بخلال الحرب حكما الجيل الجديد ما كان عنده وقت كافي، أو ما كان عنده الوقت لأنه الأسد كان عم يقصفنا أنه يقرأ ويثقف ويكون عنده معرفة بعامة وليس بنوع معين، فهي المكتبة بتحقق ولو جزئيا هذا الشيء. هلا نحن بداية نسعى بالجالية لموضوع الثقافة، الشعب السوري حاليا خصوصي الجيل الصاعد نقدر نقول عنه صفر موضوع الثقافة، كان موضوع الثقافة العامة أو ثقافة أهل البلد. يعني الحرب اللي صار 13 سنة يعني جهلت كتير، صار لنا جيل جاهل من جميع النواحي. عم نسعى دائما بالمؤتمرات اللي عنا أو مثل المعرض هاد نحاول نوصل الفكرة أو نعطي شوية معلومات لهالجيل الصاعد. معرض الكتب كثير هام، لأنه نحن ما عم نلاقي الكتب بسهولة بهي المنطقة، فهي كنا هام جدا للجالية السورية. أنا بهمني هلأ بالنسبة للجيل الصاعد الأولاد، عندي أولاد صغار نقيت لهم دورت لهم على كتب بيناسبهم بشان علمهم اللغة العربية صحيحة. فكل الفئات العمرية كل الأجناس، في عندي كل أنواع الكتب من الكتب الدينية لنقد الفكر الديني، الرواية، الفلسفة، التنمية، كتب الأطفال، مناهج التعليمية، كل أنواع الكتب معنا ممنوع أبدا وغير مقبول المنع بالنسبة للكتاب. إذا ما أنت عرفت رأي الآخر ما بتقدر تناقشه. هلا أنا أشوف لألك شيء، محقق هدفي من المكتبة سواء من الجانب النفسي ومن الجانب الاقتصادي. إن القارئ للكتب يتزود بالمعلومات والمعارف في شتى مناحي الحياة، فكلما قرأ الإنسان أكثر ازدادت حصيلته المعرفية والعلمية بصورة أكثر، واستطاع أن يتعامل مع شتى مواقف الحياة. وقد صدق المتنبي حين قال: وخير جليس في الزمان كتابه. من مركز الجالية السورية الحرة هنا في فيينا لإنفوغراد النمسا ميديا، أدهم الليجي.